تنزانيا ولكي يرد الاعتبار للمنتخب الوطني ولكرة القدم الوطنية. إن الإعادة كانت كي عبد الرزاق حمد الله تقل مشيته شوية لما شاف الدفاع عن اللاعب التنزاني. إنس بالبطولة النرويجية ضربة جزاء حمد الله يلا سجلها والهدف في الزاوية البعيدة يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني المتقدم في النتيجة بهدف 0. عبد الرزاق حمد الله المتألق بالدوري النرويجي يسجل الهدف الأول، هدف مستحق للعناصر الوطنية في الجولة الأولى على الأقل. تشكيل رسمي ويوسف القديوي مهاجم نادي الجيش الملكي، الجيش الملكي الذي قدم موسم مميز جدا. يوسف العربي يوسف الثاني هو الثاني. تنزانيا متأخرة بهدفين لصفر ويوسف العربي يلقن درس. نتيجة موفقة لحدود الساعة في انتظار المزيد من الهدف، لأن التاريخ لن يحفظ إلا الأرقام. منتخب تنزانيا هزمنا بثلاث أهداف بدار السلام، لازم أن نلقنوه اليوم دروس كثيرة في كرة القدم، ولما لا نسجلوا عليه أهداف كثيرة لما تدخل المحركات تنزانيا تحتكر الكرة تندفع. رشيد الطوسي سيضيف مهاجم آخر ويوسف القديوي، كرة تسدد والهدف هدف أول لمنتخب تنزانيا. كما قلت منتخب تنزانيا منتخب طيف ستارز يحتكر الكرة يسددها مباشرة في مرمى الحارس نادي لم يغرف عياب الرقابة. طبيعة اللعب الأنجلو ساكسوني قوة التسديد وهو ما حصل حقيقة. هنا الإعادة من رامضاني أمري خلوه يسدد.